شهد اجتماع المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس الذي عقد يوم أمس بأحد فنادق مدينة الحمامات شهد عراكا بالأيدي بين أعضاء الحركة، وذلك مع تصاعد حدة الخلافات حول قيادة الحزب. التفاصيل مع مراسلنا وسام الدعاسي. منعرج جديد في الأزمة داخل حركة نداء تونس التي تقود التحالف الحاكم تنذر بحسب المتابعين بإمكانية انقسام الحزب. فرضية ترجحها تصريحات بشرى بالحاج حميدة عضو الحركة حول اعتزام 30 نائبا عن الحركة الانسحاب من الكتلة البرلمانية وتكوين كتلة مستقلة في حال تواصل الأزمة. اليوم هناك توجه لإبعاد الكتلة النيابية من هذه الخلافات، على الأقل تبقى هذه الكتلة يعني بعيدة، لكن أعتقد أن هذا الأمر صعب جدا، لأن المسألة تتطلب أي أو بالأساس وحدة داخل هذا الحزب، وهذه الوحدة أصبحت شبه مستحيلة. تفيد مصادر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دعا الطرفين المتنازعين في نداء تونس إلى اجتماع عاجل للبحث عن حلول لخفض حدة التوتر إلى حين انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب منذ تشكيله عام 2012.